بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قبل ما ابتدي كلمات النعم عن انجيل هذا الصباح المبارك، عايز نردد مع بعض المزمور بتاع النهارده اللي اتقال قبل الانجيل، فياريت تردده ورايا بروح الصلاه، يعني اعتبر نفسك بتصلي وبتقول الكلام لربنا. لا تذكر آثامنا الأولى فلتدركنا رأفاتك سريعا من أجل مجد اسمك يا رب تنجينا وتغفر لنا خطايانا من أجل اسمك. هللويا. الإنجيل من بشارة معلمنا لوقا البشير إصحاح 15 الأعداد 11-32، وفيها الرب يسوع بيحكي عن مثل الابن الضال. طبعا حضراتكم عارفين هذا المثل كويس جدا، لكن عايزين ربنا النهاردة يكلمنا بنعمة الروح القدس علشان المثل ده يبقى حاجة شخصية لكل واحد فينا، لأن الابن الضال مش هو واحد غريب. الابن الضال هو أنا، الابن الضال هو أنت، الابن الضال هو أنتي، هو أي واحد مش بعيد عن حضن أبوه السماوي. قال ربنا يسوع عايز يحكي للناس عن أبوه السماوي، قال لهم تعالى أقول لكم حكاية عن أبويا. وأنا النهاردة بنعمة ربنا عايز أحكي لكم عن أبويا السماوي، لأن القصة إن كان ظاهر فيها الابن الصغير ولا الابن الكبير، وإذا كان ظاهر فيها أخطاء الابن الصغير وأخطاء الابن الكبير، ولكن أروع من هذا وأكتر من هذا النور اللي طالع من القصة، اللي استوعب وطرد الظلمة دي، هو نور الآب السماوي وشخصية الآب السماوي وصفات الآب السماوي بما فيها طول أناته ومحبته غير المشروطة ورحمته ونعمته ودعوته واستعداده لقبول كل واحد فينا. فمش عايز أركز على الأخطاء أو على النقط المظلمة اللي في القصة، لكن عايز بنعمة ربنا إن روح الله القدوس يرفع قلبنا إلى شخص الآب السماوي زي ما كان الرب يسوع المسيح عايز، علشان نتمتع بحضنه الأبوي. لأن في الحقيقة الولد ده لما بعتر كل حاجة وساب بيت أبوه ومشي، ساب بيت أبوه ومشي وبعتر كل حاجة وعاش عيشة مش كويسة، هو مش بس خسر الفلوس أو خسر الميراث بتاعه أو خسر عطايا الآب، ولكن مش عايز أقول خسر، لكن عايز أقول إنه بعد عن حضن الآب، بعد عن حضن الآب. وصدقوني أنا بحس إن أروع حاجة في القصة دي إن الواحد يوصل للحظة يحس فيها إن الآب السماوي بيحضنه مهما العالم
مهما العالم ادعى ان ممكن يديلك حاجة او يحضنك، ومهما اي شخص يحضنك او اي حضن انت بتشتاق ليه، لكن ما فيش غير الحضن الابوي، حضن الاب السماوي هو اللي يشبع اعماق الانسان. واي حضن اخر على الارض هو من هذا الحضن الابوي. فمشتاقين يا رب، مشتاقين النهارده ان هنوصل لدرجه ان مش بس ندخل الى قدس الاقداس السماوي، مشتاقين يا رب ان احنا نوصل لدرجه ان احنا نلاقي نفسنا في حضنك، انت بتضمنا اليك. ابدا معاكم بعض النقاط او بعض الصفات اللي ظهرت عن الاب السماوي في هذه القصه. اول حاجه واضحه هي طول انات وصبر الاب السماوي، لانه يعني من بدايه القصه لما الولد راح قال له يا ابي اديني النصيب من الميراث، بصراحه كده لو واحد راح لابوه وهو عايش وقال له اديني نصيب الميراث، ممكن ابوه ابسط حاجه يعملها له يديله قلم على وشه ويطرده، يقول له انت قليل الادب، انت عايز تورثني وانا حي؟ فهو راح قال له اديني نصيب الميراث. ولكن مع ان الاب السماوي متالم من جوه وعينيه بتزرف الدموع ان ابنه مش عايز منه غير الفلوس، وان ابنه عايز يسيبه ويمشي، ويمكن او ده في الغالب حصل او اكيد حصل، ان ابوه السماوي قال له ليه يا حبيبي انا اديك كل حاجه بس خليك معايا بلاش تمشي بعيد. اي اب محب كده لو واحد من ولاده قال له اديني وعشان امشي، هيقول له لا خد اللي انت عايزه بس ما تمشيش. ولكن الله طول باله بحب عجيب قوي على هذا الولد. الله طول باله علي وعليكم ان احنا اخذنا كل عطاياه وكل مواهبه وكل قواته اللي عملها في حياتنا وكل عمل الروح القدس اللي فينا وكل عمل المعموديه وكل عمل الميرون وكل الخلاص الالهي وسبناه ومشينا. هو متالم وبيبكي. تقول له هو ممكن الله يبكي؟ اقول لك طبعا الله بيبكي، لانه حصل شفناه في شخص الرب يسوع يبكي على اورشليم، يقول لها يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء والمرسلين، كم مره اردت ان اجمع اولادك الى حضني كما تجمع الدجاجه فراخها فلم تريدوا، واذا بيتكم يترك لكم خرابا. فبكاء المسيح على اورشليم يخلينا نتأكد إن الآب السماوي بكى على هذا الولد زي ما بيبكى على كل واحد فينا بيسيبه يمشي. ولكن طول باله، وطول باله لغاية مش صرف نظره عنه وقال له خلاص أدين أنت مشيت يبقى خلصنا مفيش حاجة بينه وبينك، لكن قعد ينتظر. حتى القصة بتقول إذ كان لم يزل بعيدا رقد إليه، معناه إن أبوه السماوي طلع فوق سطح البيت وعمال يبص من بعيد كل يوم، يصحى الصبح ويقول أبص يمكن ابني يجي. كل يوم الآب السماوي قعد منتظر يقول يمكن ابني يجي، وقعد مستنيه كل يوم
يقول يا سلام ده الجمعة عندي في بيتي حلوة خالص، بس يا ترى جم بقلبهم ولا لأ؟ أرجو ما يكونش واحد فينا هو حتى جوه الكنيسة لسه بعيد عن بيت الآب السماوي، عن قلب الآب السماوي وحضنه. أرجو ما يكونش في حد فينا بيتقال عنه هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه فبعيد عني. ربنا عايزك ترجع ليه بقلبه ومطول باله، مطول باله بحب عجيب. يقول لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا ولا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع، أن يقبل الجميع إلى التوبة. قال إنما طول الله وأناته يخطادك إلى التوبة. فكل ربنا صابر علي العمر ده كله، صابر عليك العمر ده كله، هو عايزك ترجع، عايزك ترجع من أجل حبه. الحاجة التانية اللي واضحة في شخصية هذا الآب السماوي النعمة والرحمة. قبوله للابن بالرغم اللي عمله الابن يحمل هذا المعنى، نعمة عجيبة ورحمة عجيبة. نسي كل الغلط اللي عمله الابن. يمكن الابن من جوه جاي في السكة ويقول طب أنا هروح أقول لأبويا إيه بعد اللي أنا عملته؟ أنا ما استاهلش إن أنا أقول ليك ابن اجعلني كأحد عبيدك. ولكن الآب السماوي لما قبله واتكلم عنه قال هذا ابني، هذا ابني، كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. فكون يقول عنه هذا ابني بعد كل اللي عمله وبعد الكوارث اللي عملها، ايه النعمة دي وايه الرحمة دي؟ الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون. مزمور 103 يقول الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب أثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات على الأرض قوية رحمته على خائفيه، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا، كما يتراءف الأب على البنين يتراءف الرب على خائفيه. نعمة عجيبة ورحمة عجيبة بتاعة الآب السماوي اللي في قلبه واللي هو منتظرك بيها، اللي هو منتظرك بيها. يعني الابن يتغير في طبيعته إلى طبيعة شريرة، ولكن الأب لا يتغير في طبيعة حبه، في غنى نعمته وفي غنى رحمته. بيقول لك أنا مستنيك، أنا مستنيكي بكل النعمة وبكل الرحمة. والنعمة والرحمة بدت وظهرت في هذا الحضن العجيب، حضن الآب السماوي لما أخذ الولد في حضنه وستر عليه من خطيته وستر عليه من عقوبة خطيته. لأن الشريعة، الشريعة تقول عن إن الابن العاق إنه يتقتل، والتقليد اليهودي يقول إن الابن اللي يسيب أبوه وهو راجع
يرجموه بحجار بتاع بالأواليح بتاعت الدرة المحروقة عشان يوروله جزاء اللي عمله. ولكن الأب سطر عليه وخده في حضنه نعمة عجيبة ورحمة عجيبة. فطول أناة الله ونعمة الله ورحمته وأيضا الحب غير المشروط. يعني لو سألت أبويا السماوي هقول له أنت بتحبني وأنا كويس؟ هيقول لي آه طبعا. طب أنت تحبني وأنا وحش؟ هيقول لي محبتي ما تتغيرش، ولكن عايزك تتغير، عايزك أنت تتغير. حب الله غير المتغير هو اللي بيغيرنا ويخلينا ننتقل من حالة إلى حالة. حب الله غير مشروط، غير مشروط بالرغم من كل معاصينا وأسامنا. حب الله لينا غير مشروط. ما فيش حاجة تقدر أبدا تفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا، زي ما قال في رومية 8:38 فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا الخليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. مفيش حاجة تقدر تفصلك عن محبة ربنا. لما يقول متيقن أنه لا موت ولا حياة، يعني سواء أنا مت أو عشت، ولو حتى جت ملائكة دخلت في النص، ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة، وحتى لو نزلت تحت خالص أو طلعت فوق خالص، أو حتى لو جت خليقة أخرى تحاول تفصلني عن محبة أبويا السماوي، مش ممكن، مش ممكن. انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الولد خسر كل حاجة لما مشي بعيد، أنا خسرت كل حاجة لما مشيت بعيد عن حضن أبويا السماوي، وأنتوا خسرتوا كل حاجة لما بتبعدوا عن أبوكم السماوي. لكن في حاجة واحدة مش بتخسروها، إن هو مازال أبوكم، وإن هو مازال بيقول عنك أنت ابني وأنت بنتي. والحاجة الوحيدة اللي افتكرها الابن في غربته أو اللي كانت باقية ليه في غربته، قال أنا بهلك جوعا لكن أنا لي أب، أنا لي أب. حتى لو هو شغلني خدام عنده بس هو أبويا، أنا لي أب أروح له. فأنا لي أب وانت ليك أب وانت ليك وانت ليك أب. وأبوة الله لينا هي أبوة بالخلقة وأبوة بالنعمة والفداء في المسيح يسوع ربنا. يعني على كل المستويات هو أبونا، وحبه لينا بقى حب غير مشروط لأن هو أبونا. الحاجة الرابعة أفتكر الواضحة في هذه القصة، الفرح العجيب بعودة الابن أو برجوع الابن، لدرجة أن الرب يسوع قال كده، قال السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب. ما بيقول يكون فرح في السماء، في السماء يعني عند الآب السماوي، يعني الآب السماوي والملائكة وكله ده يفرح لما خاطي يتوب. وده اللي الرب يسوع
حب يصوره لنا النهاردة في القصة بتاعت النهاردة. لما قعد يجمل في الولد ويلبسه في رجليه ويلبسه خاتم في ايده ويلبسه الحلة الاولى ويقول لهم اتبعوا العجل المسمن ويلا نفرح، وجاب فرقة موسيقى، فرقة موسيقى، لان الولد بتقول القصة ان الولد سمع الموسيقى، سمع اصوات الغناء والرقص، يعني جاب فرقة تفرح برجوع الولد. انت عايز تفرح ابوك، تعال له بقلبك. عايز تفرح يا ابوك السماوي، تعال له بقلبك. يعني انا حاسس ان القداس النهارده وكل القداسات طبعا هي فرصة، مش علشان انا افرح، طبعا حلو ان انا افرح، لكن عشان هو يفرح. انا جاي افرح قلب ابويا، ولما فرح قلب ابويا الفرح بتاعه هيغمر حياتي وهيملى قلبي وابقى انا فرحان. يسالوك انت مالك فرحان كده ليه، مزاطط ليه، هو حد فرحك؟ تقول لهم انا حسيت انه فرحان، انا حسيت انه فرحان. اقول لكم هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب اكثر من 99 بارا لا يحتاجون الى توبه. صفانيا 3:17 قال حاجه جميله جدا، بيقول الرب الهك في وسطك جبار يخلص، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. الحقيقة كلام جميل لكن الترجمة العربية مش واضحة شوية، أحاول أوضحها لكم عشان تحسوا قد إيه مشاعر الآب السماوي من ناحية ابنه وبنته لما ترجع ليه. الرب إلهك في وسطك جبار يخلص. كلمة الرب في العبرية لما تقراها في العبرية في العهد القديم هي يهوى، وقلتها 100 مرة وأكثر من 100 مرة. وكلمة يهوى أحلى ترجمة ليها أو أدق ترجمة ليها مش كلمة الرب الحقيقة، لأن الرب تعني السيد، هو صحيح السيد، لكن يهوى لأنه هو أصل الوجود وهو الآب السماوي، فأحلى ترجمة كلمة الرب هنا هي الآب. فبيقول الآب إلهك في وسطك جبار يخلص، يعني أبوك السماوي هيخلصك، هيخلصك من العيشة المزرية اللي أنت عايش فيها، هيخلصك من خطاياك ومن شهوات قلبك، هيخلصك من نتائج الخطية، هيخلصك من الشعور بالغربة اللي شعر به الابن الضال، هيخلصك من شعور المذلة اللي شعر بها الابن الضال لما راح يرعى الخنازير. ورعاية الخنازير في العهد القديم عند اليهود دي أذل وأحقر شغلانة، لأن الخنازير نجسة حسب الشريعة. فيخلصك من النجاسة، من العيشة في وسط النجاسة. فالرب إلهك في وسطك جبار يخلص. أبوك السماوي النهاردة بيقولك أنا حاضر في وسط الكنيسة علشان أخلصك. هو يعني ادانا جسده ودمه ليه على المذبح في القداس؟ عشان غفران خطايانا وحياة أبدية، معناها علشان يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. فأبوك السماوي النهاردة بيقول لك أنا جبار، أنا قوي، أخلصك. يبتهج بك فرحا، دي سهلة قوي تتعرف، إن هو فرحان، هيفرح بيك، هيفرح بيك مش عشان انت
وحش، لكن هيفرح بيك لان هو بيخلصك وبيخلصك وشايفك راجع ليه بقلبه. يسكت في محبته، كلمة يسكت في محبته الحقيقة أنا وقفت قدامها مش قادر أفهم يعني إيه يسكت في محبته دي، فلقيتها أصلها يهديك، make you quiet. عارف لما يبقى ابنك الصغير عنده مغص وأبوه أو أمه تقعد تطبطب عليه كده وتدلع فيه علشان إيه؟ يهدى كده، يهدى كده. فأنا جاي مضطرب لأبويا قدام أبويا السماوي بسبب الشر اللي جوايا، ولكن هو بياخدني في حضنه. يعني أنا متخيل إن لحظة حضن الآب للولد ده كانت، عارف لما واحد يروح يعمل عملية جراحية يكون واحد متألم من حاجة معينة وداخل بالوجع ده عشان يعمل عملية جراحية ويروح يديله إبرة مخدر، اللحظة اللي دخل فيها المخدر جوه الجسد الراجل حصل له إيه؟ ها؟ استريح، استريح. فلحظة حضن الآب دي لابنه أو لبنته هي اللحظة اللي فيها أعماق الإنسان بتستريح وتنسى كل مآسي الخطية وكل مآسي العمر اللي ضاع، العمر اللي ضاع والسنين اللي أكلها الجراد. يهدئه بمحبته، ده اللي صفانا بيقول يسكت في محبته، يعني يهدئ، يهدئ في محبته. يبتهج بك بترنم، يبتهج بك بترنم. يعني ايه يبتهج بك بترنم؟ يعني يفرح ويغني لك، يفرح ويغني لك. حد فاكر كده وهو اولادكم صغيرين واطفال، وكان لما يبقى تعبان ولا قلقان كان يقعد يغني له كده، الاب او الام كان يقعد يغني له. انا اطفالي لما كانوا، ولادي لما كانوا اطفال صغيرين وكانوا يصحوا بعد نص الليل متضايقين، كنت اخدهم، اخد الواحد منهم على دراعتي وفي حضني واقف اقول له الحان من التسبحه. انا مش حافظ اغاني طبعا عشان اقولها يعني، فاقول له الحان من التسبحه وهشتك فيه واقول له الحان من التسبحه، اللبش الهوس الاول، اللبش الهوس الثاني، اللبش الهوس الثالث. هي دي الابوه بتاع اللي خدتها من ابويا السماوي. طلع طبعا كلهم بيحبوا التسبحه يعني. فهو ابوك السماوي ده يقعد يقول لك مزامير، يقعد يقول لك ترنيم، يقعد يقول لك اغاني روحيه، يقعد يدلع فيك. يا ايه الحب ده يا رب، ايه الحب ده، نفسي تذوقه. فرح الاب لما الواحد يرجع له بكل قلبه فرح عجيب جدا. الرب إلهك في وسطك جبار يخلص، يبتهج بك فرحا، يهدئ في محبته، يبتهج بك بترنم. خمس حاجة وآخر حاجة أحب أقولها النهاردة عشان الوقت، إنه خروج الآب لابنه الكبير علشان يطيب خاطره يدخله جوه دي حاجة كبيرة قوي، حاجة كبيرة قوي. ده هو عايز يقول يا جماعة أنا مش بس عايز ولاد اللي جوه الكنيسة اللي ضلوا عن البيت، أنا عايز كل واحد برا. دعوته عامة للجميع، دعوته عامة للجميع. الرب يسوع لما اتصلب ما اتصلبش من أجل المسيحيين فقط، ما كناش أصلا مسيحيين، ولكن اتصلب من أجل العالم كله. هكذا أحب الله مين؟ العالم، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به
بل تكون له حياة أبدية. النهاردة شايفين حب الآب المتسع للكل، ورهنا في حياة المسيح إن هو بيحب الكل. لما يشبع جموع ما كانش بيشبع تلاميذ بس، ده شبع آلاف، ويعلم مين كان في وسطهم الآلاف دول، شبع الكل. ولما عمل أعمال الرحمة عملها للكل، شفى ابن قائد الماء وشفى بنت الكنعانية. فالآب السماوي بيقدم الدعوة للجميع. دعوة الآب السماوي النهاردة للرجوع ما هياش لأبونا بس، ما هياش للشمامسة، ما هياش لشعب الكنيسة، لكن هي لكل واحد، حتى اللي سهرانين في الكباريهات، حتى اللي تايهين في الشوارع، هو دعوته للكل. أحبائي، عايز أقول لكم، أختم كلمات النعمة، إن القصة دي ما هياش مجرد مثل، ولكن هو واقع حقيقي بنعيشه كل يوم، وبالأخص في وقت القداس الإلهي. يعني أنتوا دلوقتي وأنا معاكم، إحنا عايشين القصة دي. أبونا السماوي موجود عمال يبص على كل واحد فينا وعايز يرجع، وبيقول له تعالى تعالى، أنا نعمتي ورحمتي بلا شروط. وأبوك السماوي يفرح بعودتك. وأبوك السماوي النهاردة ادانا أعظم حاجة عشان نقدر نرجع ليه ولحضنه، هو ذبيحة ابنه الوحيد. لما قال لهم اذبحوا العجل المسمن، كان عايز يقول لهم ان الفرح ما يكملش الا من خلال ذبح الفداء، ذبيحة المسيح. فرح الآب وفرحنا بالآب يا أحبائي يكمل النهاردة بذبيحته اللي على المسبح المقدس. وأنا كل قداس بكتشف معنى جديد للذبيحة المقدسة، واكتشف إحساس جديد للذبيحة المقدسة. النهاردة بكتشف أن تقدمي للذبيحة المقدسة، ذبيحة جسد ابن الله ودمه، أن هي مش بس اتحاد بالمسيح، ولكن من خلال المسيح هي دخول إلى حضن الآب، دخول إلى حضن الآب. الله على الحضن اللي داقه الولد النهاردة، واللي نفسه إنك تدوقه، واللي أحب أدوقه دايما، وإنت بتتناول تحس إنك مش عملت طقس أو تناولت سر من الأسرار، ولكن أنت لقيت نفسك في حضن الآب السماوي. ربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبدين.